نعود مشاهدينا إلى محافظة البحيرة والتي تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ أكثر من 8000 مشروع بتكلفة تتجاوز الـ 44 مليار جنيه. تنضم إلينا مباشرة من محافظة البحيرة أمل صبري مراسلة النيل. أمل، صباح الخير، وإزاي بتتابعي وكيف تتابعي هذه المشروعات التنموية التابعة لمبادرة حياة كريمة في المحافظة؟ التحية لك ولكل مشاهدي قناة النيل للأخبار. فيما يشبه الملحمة يجرى العمل على قدم وساق داخل محافظة البحيرة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها فخامة الرئيس لتحسين معيشة وظروف معيشة المواطن المصري خاصة الفئات الأكثر احتياجا. محافظة البحيرة من أكبر المحافظات داخل جمهورية مصر العربية، واللي بتشهد تنفيذ العديد من المشروعات التابعة للمبادرة في 6 مراكز داخل محافظة البحيرة، وهي دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، حوش عيسى، أبو المطامير، ووادي النطرون، لتنفيذ أكثر من 8000 مشروع بتكلفة تتجاوز الـ 44 مليار جنيه، بإجمالي 42 قرية رئيسية، 207 وحدة قروية، وأكثر من 3900 تابع. سيادة اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة كان قد أكد أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين ظروف ومعيشة المواطن خاصة في المناطق الأكثر احتياجا. كاميرا النيل كانت قد قامت بالعديد من الجولات الميدانية داخل محافظة البحيرة في العديد من مراكزها، واليوم نتحدث من منطقة جديدة ومن داخل مركز ومدينة وادي النطرون، ويسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء والمهندس سيد حمزة رئيس مركز ومدينة وادي النطرون. باشمهندس، بنرحب بحضرتك معي. اهلا وسهلا، شرفت وادي النطرون ونورته. يعني عايزه حضرتك تكلمنا عن سير العمل لمتابعه تنفيذ مشروعات حياه كريمه داخل مركز ومدينه وادي النطرون. في البدايه بنرحب بحضرتك والاستاف اللي معاكي، ونورت وادي النطرون وشرفتونا. وبالنسبه للمشروعات اللي بتقام زي ما ذكرت حضرتك، فخامه الرئيس اولى محافظه البحيره بالعديد من المشروعات، 6 مراكز من المحافظات اللي هي يعني حصلت على نصيب الأسد في مشروعات حياة كريمة. عندنا 6 مراكز زي ما معنيك قلتي: دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، وادي النطرون، أبو المطامير، وحوش عيسى. ال6 مراكز طبعا ما اتعملتش في محافظة من المحافظات التانية. بالنسبة لنا احنا كوادي النطرون عندنا مشروعات مقامة في 13 قطاع. المشروعات الأول وادي النطرون عبارة عن 3 وحدات محلية قروية، عبارة عن 62 تابع، طلهم مشروعات الحياة كريمة في وادي النطرون في 13 قطاع، زي الصحة، زي التعليم، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، الزراعة، التضامن الاجتماعي. ال 13 قطاع شملهم مشروعات تقام في على ارض وادي النطرون في قراها وفي توابعها ال 62. احنا بنشكر سيادتك جزيل الشكر. انا تحت امركم وشرفت ونورت وادي النطرون. يعني كما تابعنا اعزائي المشاهدين العديد من المشروعات التابعه للمبادره الرئاسيه حياه كريمه، واللي بتشهدها محافظه البحيره في كافه مدنها ومراكزها وقراها وبنجوحها ايضا. وكما ذكرت ان كاميرا نيل الاخبار كانت رصدت هذه المشروعات، بالفعل هناك اهتمام كبير من قبل المسؤولين داخل الدوله المصريه لمتابعه سير مشروعات التابعه لحياه كريمه، وكل ذلك بهدف تحسين ظروف المعيشه خاصه للفئات الاكثر احتياجا. كما ذكرت أيضا أن معالي اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بيقوم بمتابعة سير العمل داخل المشروعات وداخل المناطق التنفيذية لتلك المشروعات، سواء التعليمية أو الصحية أو الخدمية أو السكنية أيضا، لسرعة إنجازها وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوفير حياة كريمة للمواطن داخل محافظة البحيرة. أشكرك شكرا جزيلا أمل صبري مراسلة النيل، كنت معنا من محافظة البحيرة.